بقى بعد ما لعبنا وهزرنا، تعالي نشوف اخبارنا. واول خبر معايا انا هقولهولك من امريكا، الخبر ده هيبسطك قوي. يقول يا ريتني ارجع الجامعه تاني. في ملياردير امريكي، ملياردير الخبر يلينا بيقول في ملياردير امريكي من خريجي جامعه في بوسطن. عمل ايه بقى الراجل ده؟ ادى هدية $1000 لكل واحد من طلاب المرحلة الجامعية اللي هم بيتخرجوا. هو الراجل ده هو كان المتحدث الرئيسي المشارك في المدرسة. هو وزوجته أعلنوا في الحفلة إن هم الدفعة كانت 2000 طالب، أعلنوا إن هم هيدوا لكل طالب من الطلاب دول الخريجين في الدفعة دي $1000، بس بشرط ان هو يكون ال$1000 دول متقسمين $500 للطالب وال500 التانيين منحة لمنظمة او حد من افراد اسرته، يعني يشوف مين كان بيدعمه في اسرته، يقول مثلا انا امي كانت بتشجعني فلان ما اعرفش ايه او منظمة معينة، ويديهم ال$500 طب لو محدش و500 بيدعمني تانيين. ممكن اخدهم انا ولا؟ انا اللي بدعم نفسي وانا اللي واقف انا ورا بحب نفسي، نفسي قوي والله. فانا مضطر ان انا اخد ال1000 كامله. فطبعا الخريجين كلهم انبسطوا قوي لما اعلن ده على خشبه المسرح، وقال ان كل واحد ليه $1000. طبعا تصفيق رهيب، كل الناس سقفت له. وطبعا نحب نقول، نوجه كلمه من هنا من مكاننا، ان احنا محتاجين الراجل ده يعدي علينا في اماكن يعني كتير. محتاجين يروح الجامعة عندنا في والله. ما حدش اداني لما اتخرجت اي حاجة والله يا باشا. ايه الدنيا ايه عندك؟ احسبيها كده $1000 في 2000 طالب. لا فهو معاش، هو بيعمل كده في كل سنة لما حد يتخرج ولا لا هي لا، هو السنة دي هو السنة يعني. دي بس؟ والله راجل محترم والله، اللي هو عارفة عدية مبروك دي، عارفة فلذيذة قوي. طيب انا الخبر اللي معايا يا جماعة، بقالنا كتير قوي ما عملناش او اتكلمنا عن الابراج، يعني هوبا رجعنا ليكوا بقى، عشان انا وحشتني جدا الفقرة دي ان احنا نتكلم عن الابراج، وفعلا بقالي كتير. انت واخدة بالك؟ طب عندك برجي ولا ما عندكيش؟ لا ما هو هقول لك بقى، لان انت برجك اصلا يعني من الابراج بره المجرة. اللطيفه. لا بالعكس، انا بحبك جدا الكانسر يعني. ففي 4 ابراج ملامحهم بتبان للناس ان هي ابراج حاده جدا او ناشفه قوي، بس هي من جوه خصايه يا جماعه والله، وطيبه ومن جواها ملبن، عارفه من الاخر كده ابدو يا من بره من كده ولكن بره من داخلي مارشميلو بالظبط كده. ففي ابراج كده لو اتعاملتي معاها في الاول بتدي اللي هو زي ما نقول بوكر فيس كده، بس هي بقى لما بتعرفيها وتاخدي عليها بتكون لذيذه جدا. انا مستغربه ان يعني عامه السرطان مش فيهم، بس يعني انا ممكن اضيفهم فيهم، لان السرطان فعلا مش بياخد على الناس بالذات الستات. انا مش بتكلم، لا سرطان راجل اجتماعي جدا، بس الستات ما بتاخدش فعلا على الناس بسرعه الا ما تنكشيها في حاجه معينه فبتبتدي بقى تفك. بس يا لينا، كان في حلقه قبل كده كان معانا خبيره ابراج وقالت ان انا سرطان مدي على اسد، يعني اصلا يعني اوكي في في طباع ميكس اسد يعني. ما بين سرطان واسد. ما هو الاسد على فكره من ضمن الابراج دي. اول برج اوكي نبتدي بيه برج الميزان. برج الميزان من اكتر الابراج الاجتماعيه اللذيذه جدا اللي فعلا بتحكم بالعدل. لو انت سالتي الميزان في حاجه فهو هيقول لك الحقيقه والعدل حتى لو على رقبته، بس هو من الابراج اللي في الاولى في يعني في الوهله الاولى او في المقابله الاولى بتدي احساس ان هي ايه ده، هو انا مش فاهماه، هو ليه غامض كده، ليه تحسيه كده ناشف قوي، بس هو زي ما انت قلتي بيبدو كده في الاول لغايه ما يتعرف على الانسان اللي قدامه ويرتاح له، بعد كده بيفك تماما وبيبقى من ألذ. انا من اكتر الابراج اللي بموت فيها الميزان، انا على المستوى الانساني والاجتماعي. تاني برج الثور. على فكره نص الفنانين الكبار اللي ليهم اسم سواء يعني بره او جوه هم ثور. الثور يا جماعه من الابراج الكرييتيف جدا جدا اللي دايما متالق ومش مشهور بس كده، لا مشهور اكستريم وليه اسمه وشنا ورانا كده. برضو برج الثور من الابراج اللي بتدي الاحساس اول ما تقابليه ان هو كده، بقى بيبقى لذيذ جدا. برج الاسد اهو زي ما انت قلتي، برج الاسد معروف ان هو شخصيه مغروره وان هو شويه كنترولنج، متحكم قوي، بيحب يكون هو اللي في الصوره، يحب يكون هو اللي بيتكلم اكتر، هو الكاريزماتيك، هو بيلبس احسن حاجه، هو اللي عليه الاهتمام، فده برضو بيدي للناس فكره ان هو ايه ده، هو انت بس مفيش غيرك يعني ولا ايه. اخر برج الجدي، لانهم من الابراج المميزه، وهو اصلا الجدي يعني برج مرح ولذيذ، بس برضو لازم تكوني عارفاه كويس قوي لان هو برج عنيدي، فساعات يصدر لك الطاقة دي ان هو لا انا رأيي اللي يتقال، انا عينك دي قوي، بس انا بتعرفيه اكتر. لا هو من الابراج اللطيفة جدا اللي بيحب الناس واجتماعي قوي، ولو حب حد من قلبه بيديله عينيه، دي
المعنى الحقيقي للجد يعني. بس كده يا ستي خلصنا الابراج. انت كان نفسك تتكلمي عن الابراج بقالك كتير. شفتي؟ اه يا جماعه حققت لها امنيتها. ايوه بحب الابراج قوي، وبحب اول ما اعرف حد لازم اساله برجك برجك ايه؟ ده اول حاجه، حتى ضيوفنا لما بنتعرف عليهم في الاول كده قبل ما نبتدي الحلقه لازم لينا تسالهم انت برج ايه؟ ايوه مش عشان اعرف كده. بالظبط. طب خلونا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا.